السلام عليكم، انا يسري رستم، استاذ علاج الاورام في جامعه اسكندريه. احنا دلوقتي بنحضر المؤتمر 21 لقسم علاج الاورام جامعه اسكندريه. المؤتمر ده بقاله 21 سنه بيقدم، بيقدم الحديث وكل ما هو حديث وجديد في علاج الاورام. دايما الحمد لله في المؤتمر بيكون لي دور ان انا اقدم ايه الجديد في بعض الامراض. في المؤتمر ده انا قدرت الخص ايه الجديد في علاج اورام القولون والشرج، وبخاصه في المرضى كبار السن. الناس بقصد بايه كبار السن؟ اللي هم عمرهم اكتر من 65 ل 70 سنه، واللي بيمثلوا اكتر من نص مرضى اورام القولون. المرضى دول لازم يبقى لهم معامله خاصه، بحيث ان لازم يوضع في الاعتبار حالتهم الصحيه والامراض المصاحبه في السن ده، ومدى احتمالهم للعلاج الكيماوي، ولو احتاجنا العلاج الموجه او العلاج المناعي. ولذلك يراعى عدد دورات العلاج الكيماوي على حسب مدى تقدم المرض، ويراعى نوعية العلاج الكيماوي اللي بتعطى، بحيث ان نحاول على قد ما نقدر ندي الأدوية الكيماوية اللي أعراضها ما تسببش خطورة على حياة المرضى. وأيضا بنعمل بعض الأبحاثات المناعية وبعض الأبحاثات الجينية لإعطاء المريض فرصته في حالة وجود بعض جينات أو بعض المستقبلات على خلايا الورم، بحيث بندي بعض أنواع العلاج الموجه أو العلاج المناعي، وبذلك نقدر نحصل على أحسن نتيجة ممكنة وأحسن استجابة للعلاج في أقل فترة علاج ممكنة، مع الاحتفاظ بنوعية جيدة من الحياة للمرضى. وأيضا نقدر ندي الرعاية الجيدة للمرضى كبار السن التي تتناسب مع حالاتهم الصحية ومع نمط الحياة بتاعتهم. ده بالنسبة اللي أنا قدرت أقدمه السنة دي في مؤتمر علاج الأورام، قسم علاج الأورام 21. ونلقاكم بإذن الله السنة القادمة. اللي جاي ده بقى لجونيورز، مش كده؟ السلام عليكم، انا يسري رستم، استاذ علاج الاورام من كليه الطب جامعه اسكندريه. قسم علاج الاورام حريص منذ تقريبا 21 سنه على تقديم مؤتمر سنوي يستطيع تقديم نشاط القسم خلال العام الماضي، وإعطاء فكرة لأطباء الأورام في كل مصر وفي العالم العربي عن نتائج علاج الأورام في قسم علاج الأورام جامعة اسكندرية. وأيضا بنعرض فيه الحديث في توصيات العالمية لعلاج الأورام، وبنستطيع أن ننقل للأجيال المستقبلية ايه اللي احنا قدرنا نجمعه من حضورنا مؤتمرات عالمية خلال العام الماضي. وبذلك بنقدر ننقل المعلومات وننقل الحديث والجديد في علاج مرضى الأورام، ومما يحسن الممارسة الفعلية داخل مجتمع علاج الأورام في اسكندرية. ولذلك توصياتنا بتبقى ان طلبة الدراسات العليا اللي هم ماجستير والدكتوراه والاطباء المقيمين والمدرسين المساعدين ان يحضروا جلسات المؤتمر لتحصيل اكبر قدر من ما هو جديد وحديث في علاج الاورام. ونلقاكم كل سنه باذن الله. السلام عليكم.